للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من مقر المؤتمر الخاص بالحوار الوطني مراسلة التلفزيون المصرية جرمين إبراهيم. جرمين، ما أبرز البنود التي تناقش في أروقة الحوار الوطني اليوم؟ نعم هبة، بعد التحية، بالفعل كما ذكرت نتواجد داخل مقر أكاديمية الوطنية للتدريب والتي سيعقد فيها، وبالفعل بدأ يعني منذ الساعة الثانية ظهرا عقد الاجتماع الخامس لمجلس الأمناء الوطني، وذلك لاختيار أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذلك أيضا 15 لجنة المنبثقة عنها. أيضا في خلال اجتماع اليوم سيتم يعني تحديد الملفات والموضوعات التي سيتم تناولها في الاجتماعات الخاصة بهذه اللجان وتحديد المواعيد المقررة لها. إذا تحدثنا عن من سيقوم باختيار المقررين والمقررين المساعدين لهذه اللجان الفرعية وللمحاور الثلاث، فهم مجلس الأمناء والبالغ عددهم 19 عضوا، هم من سيقومون بالاختيار إلى جانب بالطبع رئيس مجلس الأمناء. أيضا يعني هم أو الأعضاء مجلس الأمناء هم أيضا من قاموا بتحديد الشكل الذي سيكون عليه الحوار الوطني في الجلسات القادمة. فاليوم من المقرر يعني وفقا لما تم إعلانه أن تكون الجلسة الأخيرة لإعداد شكل الحوار الوطني، على أن تبدأ يعني بعد فترة قليلة سيتم بالطبع إعلان الموعد الخاص بها، سيتم يعني بدء بالفعل جلسات الحوار الوطني. أيضا يعني على مدار شهرين تم عقد يعني ما يقارب من أربع جلسات خاصة بالحوار الوطني لتحديد شكل الحوار وأيضا تحديد الموضوعات التي سيتم تناولها والوصول إلى المحاور الثلاثة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأيضا تحديد شكل 15 لجنة المنبثقة عنها. إذا تحدثنا بشكل خاص عن عدد هذه اللجان بالتفصيل، فهم 5 لجان فرعية للمحور الاجتماعي وستتناول عدد من الموضوعات، منها التعليم والصحة والأسرة والزيادة السكانية. أيضا 3 لجان فرعية للمحور السياسي، منها المحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة، إلى جانب 7 لجان فرعية للمحور الاقتصادي، منها التضخم وغلاء الأسعار والزراعة والصناعة. يأتي اليوم الاجتماع الخامس استكمالا للاجتماعات السابقة، وفي انتظار بعد انتهاء الاجتماع أن يتم الإعلان عن التفاصيل في بيان سيقوم بإصداره مجلس الأمناء. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. نعم، أشكرك جزيل الشكر جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري من مقر الحوار الوطني.